السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا نحب نقدم التعزئة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجيش المصري والقوات المسلحة والشعب المصري عامة في وفاة المغفور له سيادة الرئيس السابق أو الأسبق محمد حسني مبارك. ألهم الله أسرتهم الصبر والسلوان وعوضنا عنه كل خير. كما نتقدم بالتعزئة في وفاة السيد مصطفى مراد فهمي عمرو مصطفى مراد فهمي فقيد الأسرة الرياضية وفقيد الرياضة المصرية. ونقدم التعزئة لذويه ونأمل أن يتغمده الله برحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. وندخل على حلقتنا. معانا النهاردة ضيف من العيار التقيل، كابتن محمود معروف الصحفي الكبير والإعلامي المعروف الكابتن محمود معروف، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكيل نقابة الصحفيين، نائب برلماني دورتين، رئيس لجنة الثقافة والسياحة بالبرلمان المصري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 3 مرات، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحافة، عضو مجلس إدارة جمعية الكتاب والإعلاميين والفنانين بالجيزة. أهلا يا كابتن محمود. أهلا أستاذ شريف، أهلا بحضرتك، أهلا بيك. كل ده يعني كتير قوي. ده يعني الديتيلز بتاع حضرتك عايز حد يذاكره. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب ندخل في حلقتنا على طول. اتفضل. ايه رايك يا سيادتك؟ اتفضل. ما طيب. ندخل في ماتش الزمالك النهارده؟ لا خليه دلوقتي. احنا عايزين نحكي مع الساده المشاهدين عن اللي حصل في الامارات. ما تخلينا بقى اننا في الفرحه، في الفرحه بقى. ما برضو حصلت حرب فرحه في الامارات، ما الزمالك فاز بكاس السوبر المحلي. بس يعني اعقبه احداث ما عجبتناش خالص بصراحه، وتركنا انطباع مش حلو قوي عن الرياضه المصريه. لان اولا رحنا ضيوف في بلد غاليه علينا قوي بنحبها من قلوبنا، دوله الامارات. والناس استقبلونا احسن استقبال وعاملونا احلى معامله، وكان في يعني الزمالك والاهلي جاي في حوالي 60,000 في الملعب ده، 49,000 على فكره، ولذلك كان كل 3 قاعدين على كرسيين. فكان جمهور حلو ومقابله حلوه واداء حلو، وليه شوهناه؟ ليه دلقنا شويه تراب على الحاجه الجميله في الاخر يعني. فطبعا بعديها طبعا بنبارك للزمالك، ولازم نقول ان ما حققه الزمالك في الدوحه بالفوز على الترجي التونسي 3-1 والحصول على كاس افريقيا، كاس السوبر الافريقي، وبعد 6 ايام يهزم النادي الاهلي في ابو ظبي بدوله الامارات ويفوز بكاس السوبر المصري، لم تحدث، وعلى مسؤوليتي، لم تحدث في تاريخ الكره العالميه أن فاز نادي واحد ببطولتي سوبر، واحدة للقارة وواحدة للدولة، خلال 6 أيام، لم يفعلها في التاريخ غير نادي الزمالك، فدي محسوبة له. فيا سلام لو كملت بقى البهجة دي وبعدم بما يعني، وما كانش حصل اللي حصل بعد المباراة اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليه. مع فرحتي بفوز الزمالك النهارده طبعا، وكلنا فرحانين والشعب المصري كله فرحان، قبل ما نفرح بكره بالاهلي يا رب بإذن ان شاء الله. بس برضو يعني هدخل حضرتك في 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 حته في سكه ضلمه ولا سكه لا يعني يعني مين اللي بدا شراره الاحداث اللي حصلت في الامارات في ماتش السوبر؟ كهربا. كهربا الزمالكاوي اصلا مشحونين منه طبيعي. و السنه اللي فاتت كان بيلعب مع نادي الزمالك وكاس سوبر كان برضه في الامارات، كان في العين، ما كانش في ابو ظبي. والزمالك جاب جون، بعديها جت ضربه جزاء للزمالك
شاطها كهرباء وضيعها. قاعد جنبي الاستاذ مرتضى رئيس الزمالك، قلت له الزمالك اتغلب يا عم مرتضى. قال لي، قلت له ربنا الزمالك اتغلب. يعني قلبت، وقد كانوا فعلا الزمالك اتغلب 3-2. فكان وش وحش قوي على الزمالك، ساب الزمالك وراح الاهلي، فالزمالك كسب والاهلي اتغلب. فواضح انه وش وحش قوي هنا وش وحش هنا. نزوله الملعب عمل عمليه احتقان لدى الجمهور، وحصل يعني ايه بينه وبين بعض اللاعبين مشاحنات. يعني راح ضرب الاول طارق حامد، وطارق حامد ده لعيب مؤدب قوي قوي. من هنا بدات حته الاحتكاك بقى، واللي حصل شفنا بعد كده كتير من لعيبه الفرقتين، ودخل يعني دخل بعض الجمهور وبعض الاداريين، فكانت صوره مش حلوه قوي للوحه اللي كانت حلوه في هذا اليوم في مدينه ابو ظبي بالامارات. طب ايه راي حضرتك في الاعتداء على اللاعب بتاع الزمالك طارق حامد؟ لا لا لا، في مصر هنا في اللاعب اللي اعتدى عليه في بيته وقطعوا له امام عاشور. امام عاشور لا، قلة ادب. معقوله ويروحوا بيته واعتدوا على بيته ويكسروا له عربيته؟ لا، ده مرفوض مرفوض مرفوض. واكيد اللي اعتدوا عليه ناس من المنطقه، وبناشد معالي اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه ان يهتم بهذا الامر، ولا بد ان يتم القبض على من فعلوا هذا، لان دي سابقه خطيره جدا ووقع غير مسبوقه وعيب عيب قوي. يعني انا في بيته مش امن في بيته، ده تبقى مصيبه بجد، تبقى مصيبه يعني ده طبعا قله ادب بجد والله يا استاذ شريف. يعني طب يا كابتن محمود، يعني كان في الامارات في رجال دوله كتير من مصر، رجال دوله بمعنى الكلمه طبعا، يعني ما كانش في حد ممكن يتدخل ويهدي الاجواء شويه؟ هينزلوا من فوق من المقصوره او من المدرجات ينزلوا ارض الملعب؟ نزلوا يا كابتن. يعني ما هو نزلوا بعد ما خربت ملطه يعني. وبعدين مش ممكن، لا طبعا، اللي نزلوا ناس من الاداريين والقريبين من اللي هم من جوه الملعب، ما نزلوش من المدرجات. رجال الدوله اللي حضرتك تقصدهم كانوا قاعدين في المقصوره، وقاعدين جنبهم شيوخ اماراتيين وبعض الخليجيين. ف يعني ما اعتقدش حد منهم نزل، رجل من رجال الدوله اللي بتقصد، ما حدش نزل ارض. هينزل يعمل ايه؟ ما خلاص ضربوا بعض، والناس من الاداريين دخلوا وسلكوا الدنيا او فضوا الاشتباك. طب وحدث يعني ما حدث. لعبت يعني الاهلي والزمالك في اقامات كبيره، وفي ناس يعني كلمتها مسموعه وناس محبوبه من الطرفين، ما حدش ليه من اللعيبه برضه حاول يتدخل يهدي الاجواء يهدي الامور؟ لان منظرنا بصراحه كان في دوله الامارات ما كانش، يعني مش عارف اوصفه ازاي. ما هو الزمالك رايح وهو واخد بطولتين، كاس سوبر افريقيا وكاس سوبر مصر. لا ده خد الكاس السوبر هناك يا كابتن. ايه؟ خد كاس السوبر هناك. ما انا بقول لك يعني في الزمالك رايح وهو ايه يعني بعد السوبر الافريقي والفوز على الترجي، الترجي ده بطل ابطال افريقيا على فكره يعني، وخد بطوله افريقيا مرتين سنتين متتاليتين. فالزمالك رايح وهو منتشي وعنده اصرار على انه يفوز بالسوبر المصري. الاهلي طبعا لا ده انا الاهلي برضه يعني. فمن هنا كان في حته احتقان، وبقول لحضرتك زادت بعد نزول كهربا. ليه؟ لان كهربا ده بتاع الزمالك، وتعملت لعبة كده مش رياضية. ان سافروا البرتغال ويعملوا معرفش لعبة ايه، وبعدين يجي على النادي الاهلي. طب هو النهاردة الاهلي اشتراه بكام؟ باربعة مليون ولا 40 مليون؟ ان شاء الله باربعة جنيه حتى. اتوقف لنهاية الموسم، خد استفاد ايه الاهلي؟ يعني مروح الاهلي اضر بالاهلي، لان الاهلي النهاردة القيمة بتاعته بتنقص واحد، وبتنقص الفلوس اللي خدها كهربا. طب استاذنك يا كابتن محمود، معاك واحد حبيبك، قول الو. الو، ايوه يا استاذ محمود يا جميل. يا دكتور اخبارك ايه يا حبيبي؟ ازيك؟ فين الشاب خليب يا دكتور؟ موجود يا حبيبي. ده الدكتور اسماعيل سليم، الراجل العظيم دكتور اسماعيل سليم. ربنا يبارك فيك يا ابو انف يا جميل. والله العظيم على فكره انا اتشرفت، انا كنت عضو مجلس اداره اكتر من دوره، من احلى الدورات اللي كنت فيها لما كان الدكتور كمال درويش رئيس النادي، والدكتور اسماعيل سليم كان وكيل النادي،
ويعني فعلا ناس. وانت كنت عضو مجلس اداره محترم يعني. ربنا يخليك يا دكتور. كنت اضافه لنا يا ابو حنفي. ربنا يخليك يا دكتور. يا كابتن اسماعيل. ايوه. هو طبعا. مين اللي جاب للزمالك ابراهيم حسن وحسام حسن وايمانويل والجماعه دول؟ مش هيقول. ايمانويل مش هيقول. ده كان ايام المستشار جلال على ما اعتقد. ده ايمانويل ايام جلال مستشار جلال. لكن اسم انما حسام حسن وابراهيم حسن. مجلس اداره الدكتور كمال درويش، وانا كنت نائب، وكان الكابتن محمود، انا بسميه كابتن محمود معروف ولو انه هو موسوعه رياضيه وفنيه وادبيه، خد بالك ده راجل الثقافه عنده عاليه قوي قوي. يا رب يخليك يا دكتور. واحنا بنحترم فيه الحته دي بصراحه يعني. الله يخليك يا دكتور اسماعيل. من الناس اللي هي معروف يعني معرفه. ايوه. والمعرفه عنده بزياده شويه. الله يخليك يا دكتور اسماعيل. فاحنا كنا في المجلس ده. والمجلس ده يعني بصراحه أضاف إنجازات كبيرة جدا لنادي الزمالك، إن كانت صفقة حسام وإبراهيم، وكان وليد عبد اللطيف. وكان تامر عبد الحميد. وحسام عبد المنعم والعندليب، يعني اتعملت فرقة لنادي الزمالك، عيشت الزمالك في أحلى أيام بطولاته يعني. بس بيقول لك حسام وابراهيم مين اللي جابهم؟ انا اللي جبتهم يا دكتور اسماعيل، وكان معانا الاستاذ محمود بدر الدين حبيبي وروحي، كان امين صندوق. قال لك على جثتي مش حمد الشيكات لحسام ابراهيم. ليه؟ لانه صاحب الله يرحمه الكابتن حماده امام. قوي مع بعض لهم شغل. وحماده امام قال لا ما تجيبهمش، ما مش عارف ايه حاجات كده. محمود بدر الدين ساب الجلسه يا دكتور فاكر، وخرج بالليل الساعه 3 الفجر مشي. أيوة. خليت الامن جري ورا جابوه والله من عند الباب. قلت له وجه، قلت له بص يا استاذ محمود، انت امين صندوق النادي، يا هتمضي الشيكات يا هاخد يا اما هستقيل يا اما هنعمل دلوقتي في مجلس الاداره ده ناخد قرار بتعيين واحد مننا امين صندوق يمضي على الشيكات. مضى وخد الدكتور اسماعيل. طبعا ضغط عليه جامد الدكتور كمال درويش. انا فاكر كويس قوي يعني. الناس كلها كانت مؤيده، بس انت عارف ان الاستاذ محمود زملكاوي زياده عن اللزوم قوي، وكانت الايام دي اللي يجي من الاهلي والزمالك كان يعني بتبقى العمليه صعبه قوي. بس برضو انا عاوز اقول هنا ان الدكتور كمال درويش لعب دور كبير جدا في اقناع حسام وابراهيم في انهم يجوا، وطبعا هم كانوا في تركيا ورجعوا من هناك، وكان موضوع من اهم الموضوعات في السنه دي. والبطولات مش عاوز اقول، نادي الزمالك جات له كميه بطولات في السنين دي اعتقد انها يعني 7 بطولات في 4 سنين استاذ محمود. طبعا كان مجلس اداره بصراحه كله مع بعضه كده كانوا بيعزفوا سيموفونيه رائعة في الإدارة وفي الاختيار وفي التوافق وفي كل شيء يعني. ورغم محمود إنه كان بيقول لأ، هو كان بيقول محمود بدر الدين عشان افتكره محمود معروف. محمود بدر الدين. لا محمود بدر الدين. أمين الصندوق. إنما الراجل برضه جه ومضى الشيكات والتزم بقرار مجلس الإدارة، والأمور مشيت الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله. ودي برضو تحسب لكل مجلس الإدارة في الوقت ده بصراحة يعني. أيوة. إن كان حسام وإبراهيم علامة كبيرة جدا في كرة القدم المصرية. جابوا 7 بطولات للزمالك في 4 سنين بصراحة. ما أنا بقول أنا بقول جبنا بطولات كتيرة جدا يعني في الفترة دي. صحيح. وسبحان الله ربنا يعيد البطولات، وخاصة النهاردة الزمالك بيفرحنا اهو وبيقدم حاجة جميلة، ربنا يكملها على خير يا رب في الريتيرن ان شاء الله في رادس في تونس ان شاء الله. ماشي يا كابتن اسماعيل، والف شكر، ومستنيين حضرتك الجمعة الجاية ان شاء الله. بس خد بالك انت معاك موسوعه رياضيه وفنيه وادبيه. ربنا يخليك يعني يا دكتور بصراحه يعني. ربنا يعيننا يا دكتور اسماعيل. ايه ربنا يعيننا. ربنا يخليك يا دكتور. بقول لك اساله في الفن برضه يعني. ربنا يخليك يا دكتور. ماشي يا شريف. شكرا قوي يا شريف، وربنا يكرم ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله. شكرا دكتور اسماعيل. شكرا الف سلام. دكتور اسماعيل سليم طبعا يا
الرجل كابتن مصر في كره السله وكابتن الزمالك ووكيل نادي الزمالك حاجات كتير قوي الدكتور اسماعيل يعني. طب يا كابتن محمود برضو لسه احنا في ماتش الامارات مش هنخرج منه بقى يعني. ماشي براحتك. هنحكي كوره بقى. احكي كوره. هل الزمالك لعب افضل ولا الاهلي لعب افضل في الماتش؟ الاهلي لعب افضل كتير جدا جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني الراجل الكارتيرون يعني سد الثغرات اللي كانت موجوده خاصه في خط الظهر ونشط قوي خط الوسط وقدر الزمالك يستحوذ وكان نسبه الاستحواذ 65% للزمالك مقابل 35% للنادي الاهلي في الشوط الثاني. وده يمكن خلى لعيبه الزمالك حتى لما جت ضربات الجزاء يعني كان معنوياتهم مرتفعه قوي يعني حاسين ان كعبهم عالي قوي في يعني انهوا المباراه وهم الافضل. فربنا طبعا ضربات الجزاء دي بتبقى توفيق من ربنا اكتر منها يعني زي ما بيسوي ضربات الحظ الترجيحيه هي برضو بيبقى فيها اللي داخل واثق قوي ربنا بيكرمه. قد كان وكانت فرحه كان لازم ياخدها الزمالك عشان يدخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه انه يجيب بطولتين سوبر مش بطولتين عاديين. مش دوري مثلا وكاس لا ده سوبر بين بطل الدوري وبطل الكاس ده الاول السوبر. وبطل ابطال افريقيا في ابطال الدوري وبطل ابطال افريقيا الكونفدراليه واخد البطولتين دول في 6 ايام ريكورد في موسوعة جينيس رقم قياسي عالمي ارجو ان يسجله نادي الزمالك وتسجل هي طبعا اوكي ويطلب ان يسجلها في موسوعة جينيس الارقام القياسيه العالميه يعني. طب ايه راي حضرتك في فايلر مدرب الاهلي بيقول لك اختار اللعيبه اللي تلعب ضربات الجزاء يعني وليد اللحظه ما كانش عامل حسابه على ان المباراه توصل لضربات الجزاء. اللي قال هذا الكلام جاهل لان اي مدرب حتى لو لسه مبتدئ يبقى عارف ان ضربات مباراه لا يوجد فيها وقت اضافي واذا انتهت بالتعادل لابد من ضربات جزاء يبقى اكيد درب لعيبته لمده اسبوع 10 ايام على ضربات جزاء ومحدد فلان كده لا يمكن ربما اثناء يعني قبل ضربات جزاء حد قال له يا كابتن انا مش عايز خايف وبتحصل كتير يعني لما لاعب يترعب وبعد ما اختار المدرب لابد ان يستجيب فورا لان المرعوب ده لو ضيعها يقول له انا ما انا قلت لك. فانا اللي يقولوا ان فايلر اختار لا 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 دول ناس اسف لا يفهمون هو ده مدرب كويس قوي على فكره. أيوة. يعني اول موسم كنا بنتريق عليه لان ما كانش له اسم فما يجي يمسك الاهلي وخي يعني طور شكل الفرقه والاداء بتاع الفرقه بقت حلوه قوي 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 ويعمل انتصار ورا الانتصار عمل 15 انتصار ورا بعض شيء رائع جاب 45 نقطه من 45 نقطه يعني بيفكرني بالراجل جوزيه مانويل جوزيه البرتغالي اللي جاب 17 انتصار متتاليه. فده طبعا هتحسب له ماتش الزمالك اللي اعتبر الاهلي فائزا مع انه لم يلعب فيبقى 16 فاضل له مباراه ويعادل الرقم مانويل جوزيه ولو كسب ماتش بعديه يبقى ضرب الارقام القياسيه في تاريخ التدريب المصري. فلا مدرب كويس جدا 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 ريني فايلر بجد بجد حقيقي يعني. طيب بالنسبه مش هنتطرق كتير لمباراه الزمالك والاهلي اللي كانت تتلعب في الدوري بس حضرتك ايه رايك في الجو العام الاحاط بالمباراه وهل انت مع عدم ذهاب الزمالك لاستاد القاهره لظروف طارئه زي ما اعلن مجلس اداره نادي الزمالك؟ لم تكن هناك ظروف طارئه خالص ولكن خلينا نقول نكون واقعيين لو الاهلي هو اللي فاز بكاس السوبر كان طلب تاجيل المباراه مليون المية وبقول هذا الكلام وباكده وطلب قبل كده مباراه الجونه وما رضيش يلعبها وراح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح للكابتن محمود خطيب البيت كان عيان وراح زاره وقال له يا محمود معلش يلعب الماتش عشان ما تعملناش ازمه ورفض الخطيب وتاجلت 4 مباريات للاهلي ده بننساها ليه؟ لما يعمل في ناس الناس ذاكرتها واعيه قوي قوي. النهارده الزمالك واخد بطولتين سوبر ويجي وارد جدا 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 انه يتغلب في ماتش الاهلي. يبقى الفرحه بتاعت جمهور قتل فرحه جمهوره قتلها. نمره 2 لاعبتنا مش الات يلعبوا 6 مباريات في 24 يوم
ما حصلتش في تاريخ الكوره في مصر. ايوه اللاعب كل 3 ايام مباراه، كل 4 ليه؟ ومباراه ايه؟ مباراه دبح، ما بلعبش بقى بالبيس وبلعبش مركز شباب اجا، لا ده انا ملعب الاسماعيلي في اسماعيليه، والزمالك غلب الاسماعيلي في اسماعيليه لاول مره من 18 سنه، غلبوا 2-0، رجع من اسماعيليه سفر راح راكب وراحوا بتاع الاردن ترانزيت، لانه مفيش طيران دايركت مباشر لقطر، قعدوا 9 ساعات في عمان، وبعدين من عمان راحوا الدوحه في قطر، وبعدين كسبوا ورجعوا، كسبوا طبعا نجم الترجي في السوبر الافريقي، ورجعوا من الدوحه لعمان، ومن عمان للقاهره، يا دوب غيروا هدومهم مستحمه ويحزموا الشنط وركبوا راحوا ابو ظبي ولعبوا في ابو ظبي ورجعوا من ابو ظبي يلعبوا بعد 3 ايام ماتش الاهلي. لا لا، وانا كتبت انا وبعض الزملاء كتبنا قلنا يجب تاجيل هذه المباراه، تتحرق بقى المباراه دي من الاسبوع الرابع يا استاذ شريف. أيوة. تاجل بالمره. الاهلي قال لك لا مش هتتاجل، هو انت على راسك ريشه؟ قال لا ده انت زيك زي نادي الوراق، صوتك في اتحاد الكرة زي صوت، اوعى تفتكر انكم على راسكم ريشة، لا مفيش حد قدام القانون، مفيش حد على راسه ريشة. الاهلي قال لك لازم تتلعب، فانا طبعا ضد ان الزمالك ينسحب، لكن ضد ان الزمالك، يعني انا متفق مع الزمالك انه ما كانش يلعب المباراة، طالما ان انا طلبت رسمي من اتحاد الكرة ان اللعيبة مجهدين وست مباريات صعبة، ده انا بقابل الاسماعيلي الترجي الاهلي الاهلي الترجي الترجي، ايه ده؟ فرق تقيلة. هو مين الترجي؟ الترجي ده بطل أبطال أفريقيا دورتين. مين الأهلي؟ بطل أفريقيا 8 مرات. مين الإسماعيلي؟ أول نادي عربي وأفريقي في التاريخ يفوز بكأس أندية أفريقيا يوم الأحد 9 يناير 1970 قدام 120 ألف متفرج. يمكن أنت ما كنتش اتولدت يا أستاذ شريف. لا كانت سنة 70 سنة ميلاد أنا. طيب يعني اتولدت أنت سنة طيب كان في 120 ألف، كان في عمدان الكهرباء اللي في الاستاد دي فوق كل عدوا العمدان دي لقوا فوق كل عمود 115 مشجع، ما حصل عمرها ما حصلت. ايوه عمر. فانا النهارده يعني بيلاعب فرق تقيله قوي، واللعيبه زي ما قلت ما هماش الات، اللعيبه مش الات، وكان وارد انه يتغلب ويضيع بهجه الفرحه. فهم طبعا انا مش عاجبني التمثيليه، الاتوبيس فوق كوبري اكتوبر اللي مش عارف الاتوبيس عطل، اللعيبه نزلوا يسوقه بقى، انا نادي الزمالك اجيب اتوبيس اللعيبه تنزل تسوقه، ويقول لك نزلوا مش عارف ايه المسجد نزلت رمسيس عشان يمونوا، انا اجيب اتوبيس يوصل من نادي الزمالك لرمسيس والبنزين يخلص، ده فوضى. امال لو المباراه دي في برج العرب في اسكندريه هيروح برضو كده؟ فدي كانت تمثيليه سخيفه. بس يا كابتن محمود، بس يعني اللي احنا يعني عصرناه كلنا في الوقت ده ان كان في امطار غزيره جدا في القاهره، وكانت الحاله المروريه وفي ماتشين في الدرجه الاولى اتاجلوا الدرجه الثانيه. ماشي ماشي انا والله، وحتى اتوبيس الاهلي مشي عكس الاتجاه عشان يعرف يوصل للاستاد، وبتوع الزمالك بتوع الشرطه قالوا نودي الزمالك برضه عكس الاتجاه لو عاوز. انا لا ابرر، انا بقول انا مع ضد ان اتحاد الكره كان يجب ان يؤجل هذه المباراه، كان لازم ما يموتش فرحه جمهور الزمالك. ليه ليه يموت فرحته؟ ما انا عايز السؤال الثاني لحضرتك، ايه الضروره الملحه ان ماتش متاجل من الاسبوع الرابع؟ ايه الضروره الملحه؟ واصرار وافتخاء عمرو الجنين يقول لك لا لن تؤجل المباراه. هو بيقال لن تؤجل المباراه لسبب واحد، لانه زملكاوي، ولو قال غير كده الاهلي هيقول لك شفته اهو عشان زملكاوي. يعني كون ان عمرو الجنين زملكاوي ضر الزمالك لم يفده، ما فادوش انه وتمسك بانتقام المباراه. والمنطق والعقل والطبيعه يا استاذ عمرو يا جنايني، والنكته انا سمعت واحد بيقول لي ده هيترشح رئيس لنادي الزمالك. يا ماليش دعوه، انا سمعت واحد صاحبك اللي قال. فانا كانت المباراه دي تؤجل، لازم كانت تؤجل، تؤجل لان اللعيبه مش الات، تؤجل لان الرحلات قلت لك انا مش عارف القاهره عمان الدوحه الدوحه عمان القاهره ابو ظبي لا والمطر والسيول يعني هو اتخدم الزمالك بحته الامطار والسيول. فيعني انا ما اعرفش. طب هو سؤال يعني مش عارف اساله لحضرتك ولا اسال؟ لا طبعا. هو مين اللي بيدير اتحاد الكوره، الجنايني ولا فضل؟ ولا فضل؟ الجنايني وفضل ومحمد علي وسحر
وسحر اسمه سحر الهواء لا مش لا سحر الهواء لا يعني هم خمس اعضاء فمحمد فضلي طبعا عضو في مجلس اداره يعني وجمال محمد لا اجابه دبلوماسيه دي يا كابتن واحنا ما خدناش من يعني مين اللي بيدير ما هو طبعا الخمسه ما القرار لازم بيطلع بوقف الثلاثه على الاقل يعني عمرو الجنين لا يملك لوحده انه يقول لازم اثنين ثلاثه ما يبقى اغلبيه ثلاثه ضد اثنين فمحمد فضل احد هؤلاء مين واحد مين ثاني كانت الثالثه يمكن سحر يمكن جمال محمد علي يمكن احمد عبد الله لا طبعا احمد عبد الله كان بيلعب في الزمالك زمالك لا يعني فاعتقد هم دول يعني عمرو الجناني ومحمد فضل وسحر تقريبا هم دول اللي خدوا القرار والاثنين التانيين الممتنعين يعني طيب هندخل في ماتش النهارده بقى كان وكان في ماتش النهارده كان بجد ده احنا لسه سامعينه مع طيب ايه رايك في اداء الزمالك النهارده زي الزفت زي الزفت ايوه زي 60 زفت وربنا عشان خاطر الناس الغلابه والطيبين الزمالك كسب الزمالك سيء ولو فرقه الترجي دي عندها بخت كانت جابت جون في اول دقيقه زي جون الزمالك في السوبر طب يا كابتن محمود يا ريت نبقى زي الزفت على طول زي ما حضرتك بتقول ونفوز بقى عايزين ماشي نبقى ده حلو ده بس ما فيش الزمالك فرحانين جدا طبعا مؤكد بس اكيد مش عاجبهم الاداء وبعدين اتصدموا ما انت زملكاوي انت ما جاب جون الترجي قعدت تخبط على الترابيزه خلي بالك الترجي ضيع الجون قبل دي يا لو الثانيه جت 2-0 انسى انسى فربنا برضو ان الجون جابه ونجم بعد 3 دقايق من الجون بتاعهم يعني لو اتاخر 10 دقايق ما كانش جه فربنا كبير ان محمد ونجم جاب جون التعادل وبقت 1-1 خلاص يعني بقى في المتناول تقدر تجيب الثاني والثالث لا بس الشوط الثاني يا كابتن محمود الزمالك يعني مش هنقول كان كويس مش هنقول يعني ما هو الزمالك ما كانش يعني مش برغم انه طرد لاعب كبير قوي من فريق الترجي وست لعيبه خدوا انذارات اظن 2 منهم كان مش هيلعبوا الماتش اللي جاي في رادس فلا كان لازم ان الزمالك ينظم نفسه ويعمل يأدي بشكل افضل بعد ما خلاص حتى جاب الجون الثاني يلعب اداء شكله حلو منطقه الوسط فين فرجاني ساسي يا عم فرجاني ده انت كنت اول ما جيت كنت حكايه كنت الفناجيلي على عبد نصحي على سمير قطب مع بعض اول ما جيت مفيش يمكن احمد سيد زيزو برده كان ما كانش هو ابدا الدفاع الزمالك يعني حازم امام بقول لك يسمي نفسك ابراهيم امام بلاش حازم حازم كان لعيب كويس ماشي حازم كان وحش قوي وبعدين ده بيلعب عليه احسن لعيب ايوه الليبي ده يعني الهوني حمدي الهوني ده اللعيب الليبي لعيب هايل قوي وهم ركزوا من ناحيته كان شوارع وما فيش تغطيه يمكن محمد اونجمي اضطر وبيلعب كان في وينج رايت كان بيرجع كتير يغطي عليه ففي خلل كبير قوي في خط الظهر لازم يشوفوا مدافع يمين يعني مش هقول احمد عيد سعيد احمد عيد ده صعب عليه اوعوا تلعبوا الماتش بتاع رادس لا لعبوا ماتشين تلاته في الدوري ينزل شوط تاني يعني لغايه ما ياخد ثقه كده ويثبت رجليه في الفريق يبقى ثابت لعب محمد عبد السلام او محمد اي محمد في الباك رايت مكان حازم امام يعني طب ايه الماتش بس كويس قوي يعني 3-1 غير 2-1 2-1 كنا 1-0 هناك خلاص يبقى حافز انهم يجيبوا جون هناك الزمالك يبقى بره البطوله النهارده لو جابوا جون هيجيب جون تاني لكن عشان يجيب الجون التاني الزمالك هيتعبهم قوي واثق وان شاء الله ويا رب الزمالك هيجيب جون هناك عشان يعادل الجون اللي جابوه هم هنا يبقى المساله منتهيه مستحيل وان شاء الله كده فرصه الزمالك في التاهل لدور الاربعه 51% واحد وكام؟ و50% 51% مش 91 اوعى تتكلوا على دي لا الثلاثه 2-0 بره اوعى عشان تطلعوا تجيبوا جون هناك هم هيهاجموا قوي يفتحوا لكم الملعب هيهاجموا عشان يجيبوا اثنين هيدوك فرصة الكرة المرتدة العب على الكرة المرتدة اتنين سرعة جدا هاتوا جول اتحلت المشكلة طيب ملاحظات حضرتك على مصطفى محمد
ده لغز. لغز فعلا يا استاذ شريف، فعلا ده يعني لعيبه قدام الاهلي قال له الواد ده هيبقى احسن لعيب في مصر، احسن مهاجم في مصر، ويعني هيعيد امجاد الشاذلي، مصطفى رياض، يعني الخطيب جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، يعني كويس. ما اعرفش بقى له 3 4 ماتشات، هل يعني مرقب كل اللعيبه ما مس خمسه بيمسكوه و15 متفرج بينزلوا برضه يمسكوه وبيجيب جوان. لا يا مصطفى، لا يا مصطفى اوعى. طب يمكن مراقب يا كابتن؟ مراقب، مراقب ماشي مراقب، بس اللي يمنع ان هو يعني في حلول كتير. اتفرج شوف رونالدو بيهرب ازاي، شوف ميسي بيهرب ازاي، شوف نيمار بيهرب ازاي، خد اتعلم منهم مش عيب، كلنا بنتعلم من بعض. يعني انا عشان ابقى صحفي كويس كنت بجيب الفرنس فوتبول والليكيب دول الفرنسيين، وبجيب الباري ماتش برضه، وبجيب الكيكر الالمانيه، انا بتكلم انجليزي فرنساوي روسي الماني وبقراهم، وبجيب الجرايد العربيه لان في صحفيين عرب رائعين، عشان احس ان انا عايز ابقى افضل من الناس دي. افضل ايه؟ بعلمي، بثقافتي، بقراياتي، باطلاعي، بمتابعتي للاحداث في الدنيا كلها. فانت برضه شوف ازاي، شوف ميسي بيهرب ازاي، يعمل ازاي، اتعلم منه، اتعلم من رونالدو، اتعلم من الناس دي. شوف يعني اوباميانج مثلا، شوفه يعني بس انت خامه كويسه، هو خامه كويسه محمد مصطفى محمد يعني. خلي جمال عبد الحميد، اقعد مع جمال عبد الحميد مرتين ثلاثه كده يديك دروس يعني. يمكن خطه كارترون ان هو عامل مصطفى محمد كمحطه مثلا، محطه بس مش محطه اتوبيس، محطه تعديل اصلاح الكره اللي جاي من ورا يعني. طب نستاذن حضرتك ناخد فاصل ونرجع لحضرتك عشان في ماتش الاهلي بكره وسان داونز جنوب افريقيا. ماشي. يعني احسن يقول لك لا، ده ماتش مهم جدا جدا. لا جداً. بعد الفاصل هنرجع هنحكي بقى عن حياتك الشخصيه. لا الاول الاهلي وسان داونز بكره. خلاص. عشان الاهلي ما يزعلوش مننا، منك انت اولا ومننا انا ثانيا. لا ان شاء الله. ماشي بعد الفاصل ولا دلوقتي؟ لا بعد الفاصل. بعد الفاصل هات لنا بقى الشاي وحاجه ساقعه. ماشي فاصل ونعم. طبعا انضمت لنا الاستاذه شيرين كمال، يعني وهي اعلاميه، يعني ما اعرفش يعني انت جايه متاخره ولا ايه بالظبط، ولا كنت قاعده المواصلات بقى؟ لا انت كنت راكب اتوبيس الزمالك طبعا. اهلا بيك يا استاذه شيرين. اهلا بحضرتك، ده شرف ليا اول ظهوري مع حضرتك، قيمه وقامه وناقد رياضي واعلامي كبير زي حضرتك، ان انا اكون متواجده معاه النهارده. ده شرف لينا انت، وشرف لي انا كمان. ربنا يخليك انت، ده انت جبت السلم من اخره على فكره، من انتوا كده انتوا الاثنين هتمسكوني تعملوني عصاره، تحطوني في العصاره. لا يا كابتن، احنا لو جبنا 10 زينا. ربنا يخليك، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. طيب نتكلم بقى شويه عن ماتش الاهلي وسان داونز بكره ان شاء الله، في البطوله الافريقيه، برضو الاهلي هيلاعب سان داونز دور الثمانيه. شوف يا استاذ شريف، شوف يا استاذه شيرين، شين على فكره حلوه قوي. سان داونز غلب الاهلي السنه اللي فاتت 5-0، ودي اتقل هزيمه للاهلي اعتقد في تاريخ البطولات الافريقيه، كانت هزيمه ثقيله قوي. عشان كده مباراه بكره اللي يقول لك انها مش رد، لا ده رد اعتبار وانتقام وكل حاجه. وبتوع سان داونز بتوع جنوب افريقيا بيعملوا تمثيليه لن تتكرر، قال هم اللي بيقولوا الخمسه لن تتكرر. انتوا عايزين تبقى 10 اولاد 60 و70 اشتغلوا لنا احنا، ده احنا بتوع الاوانطه يعني. فمباراه مهمه جدا 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 جدا، والاهلي انا واثق طبعا الاهلي بكره هيكسب 3-0 ان شاء الله وسجلوها عليا. انا بس عايز اقول ان المباراه الثانيه العوده اللي الاهلي اتغلب فيها السنه كانت في جوهانسبرج، و99% من شعب مصر فاكرين ان جوهانسبرج هي عاصمه جنوب افريقيا، 99.9% ان فاكرين ان جوهانسبرج عمرها ما كانت عاصمه. متهيألي كيب تاون يا كابتن. ولا كيب تاون. قول انت بقى اعلاميه. طيب. لا هو الكوره انا طيب عاصمه جنوب افريقيا
اللي طول عمرها اسمها بريتوريا، عاصمة اسمها بريتوريا. بريتوريا صح. وليه بريتوريا؟ لأن جنوب أفريقيا كانت أكبر دولة في العالم فيها تفرقة عنصرية. أي. بريتوريا 90% 95% منها بيض، السكان بتوعها بيض. وكان الحاكم رئيس الجمهورية هناك اسمه فريدريك ديكليرك، أبيض. وكانوا، أنا رحت جنوب أفريقيا أيام ديكليرك، أيام التفرقة العنصرية، ورحت لما جه نيلسون مانديلا بعد كده سنة 90 بعد ما طلع من المعتقل ولغى التفرقة العنصرية. رحت وكنت بشوف الفنادق الكبيرة والمطاعم الكبيرة في جنوب أفريقيا، في كيب تاون، في بريتوريا، في ديربن، في بورت إليزابيث، كل دي مدن هناك، مدن جميلة، يافطة كبيرة كده، فوربيدن فور دوجز أند بلاك، ممنوع دخول الكلاب والسود على مدخل الأوتيل ومدخل المطعم، الحاجات الفخمة فوربيدن، ممنوع فور دوجز، الكلاب الأول والسود. شوف قد ايه وصلت التفرقة العنصرية، فاتلغت دي. فالعاصمة طول عمرها بريتوريا، فالمباراة هتبقى في بريتوريا المرة دي. وعايز اقول حاجة، انا كنت، كان الأستاذ شريف قال كيب تاون. كيب تاون بص بقى، يعني لو قلنا كده اهو، دي جنوب افريقيا اللي هي اخر حاجة في قارة افريقيا. ايوه. تحت خالص هنا، تحت خالص رأس الرجاء الصالح اللي كانت المركب اللي هي ايه؟ كيب تاون. كيب تاون. كيب تاون. في قدامها هنا، دي هنا هو مية طبعا. دي المية اللي هنا، اللي هنا من الشرق، دي المحيط الهندي، مية جاية من الشرق سخنة. وده الغرب. هنا المية اللي جاية من المحيط الهادي سخنة. الاتنين بيتلاقوا في حتة اسمها كيب بوينت، نقطة الالتقاء. اللي يقف هنا اهو في النقطة دي يا مدام شيرين، لو مشيت كده 20 متر هتلاقي المية سخنة. لو انت ماشي برجليكي تلاقي مية سخنة. تمشي الناحية التانية تلاقي مية تلج. تقف هنا اهو تلاقي مية دافية. سبحانك يا رب. لازم تقولي امنت بالله. نقطة الالتقاء المية الدافية بالمية الباردة. ده فين؟ في كيب تاون. مدينة كيب تاون اللي فيها الكيب بوينت نقطة الالتقاء. فدي من الحاجات. طب ده احنا نضيف على الديتيلز بتاعك كده. يا كابتن العالم الجغرافي. الله يخليك. وطبعا جنوب افريقيا كانت استعمار برتغالي، وكانت استعمار ايطالي، وكانت استعمار انجليزي، رست بقى في الاخر على الاستعمار الانجليزي. ولذلك هتلاقي كل العربيات هناك الدركسيون على اليمين والسواقه شمال. يعني انت جاي قاعده جنب السواق، لا انت اللي هتسوقي وهيبقى على شمالك اللي راكب، وتمشي. احنا ماشيين العربيات جايه كده، احنا مش عكس، يعني زي انجلترا بالظبط كده، عشان لما تروح بس تخلي بالك. طب يا كابتن، انا عارف ان شيرين معاها كواليس عن حياه حضرتك الشخصيه. انا بحسب معاها كراريس ولا لا كواليس. وهتكلمنا عنها عن كل صورة. انا بقى هقعد ساكت خالص وهي هتتولى الموضوع ده. دي مجموعة صور لحضرتك. انا بس عايز اقول لك الاول ان بتوع النت دول ولا حاجة اسمها ويكيبيديا. انا ما شفتش كل ما كاتبين ان انا مواليد 37 ولا الكلام، يعني انا عندي 83 سنة. يا رب ابقى ربنا يديك الصحة. يعني فما تصدقوش بتوع ويكيبيديا دول كذابين. لا حضرتك، لا مين قال كده؟ لا مكتوبة على ويكيبيديا. لا. اتفضل. حضرتك احنا هنعرض مجموعة صور. كل صورة هتقول لنا يعني ملابساتها. طب انت جبتهم منين الصور دي الاول؟ يعني جبتهم منين؟ شغلي بقى. انت شغال عليها صحفيه بقى ولا شغلي بقى. طب قولي لي الصوره فيها مين؟ الصوره ديت حضرتك انت والرئيس مبارك الله يرحمه. الله يرحمه. حضرتك الله عايزين يرحمه. تكلمنا عن الصوره ديت. انا كنت نائب في البرلمان وقتها، انا كنت نائب في البرلمان وكنت رئيس لجنه الثقافه والاعلام والسياحه في البرلمان. واختاروا مجموعه يقابلوا الرئيس، كان في مطلب كده عايزينه، فكنت انا احد هؤلاء. كنا واخدين خمس رؤساء لجان، ورحت قال لي يا معروف انت جاي تكلمنا على المشكله بتاعه البرلمان ولا نادي الزمالك؟ على فكره الله يرحمه كان زملكاوي جدا 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 جدا، والرئيس برضه زملكاوي، والمشير حسين طنطاوي ده طبعا برضه. هفاجئك برضه بصوره للرئيس السيسي. الرئيس السيسي حضرتك وهو لسه
في الجيش وزير دفاع وهو رئيس جمهورية مخابرات. ايوه كان رئيس مخابرات ودي وهو رئيس جمهورية صح. جبتهم منين دول يا شيرين؟ سهل من ورايا شيرين. شفت بقى حضرتك تلمستك. دي طبعا مع الرئيس السيسي ده راجل عظيم ويعني ملوش حل، راجل ملوش حل والله. الله يعينه على الظروف اللي فيها البلد يعني، فعلا بيعمل جهد كبير. او الناس اللي معقول الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى فكره هقول لك بس ما تقوليش الدكتور مصطفى مدبولي زملكاوي جدا. ليه؟ لانه قاعد يلعب 7 سنين هاندبول في نادي الزمالك. طبعا ما تعرفهاش انت زملكاوي. لا عارف عارف انا اللي قلتها ما حدش قالها قبل. ما انا سمعتها من حضرتك. دي صوره لحضرتك وانت حضرتك بتتكرم من بتاع الشهاده اللي خدتها. 100 شخص في العالم. هو حضرتك اهم 100 شخصيه على مستوى مصر وعلى عرب افريقيا. العالم كله. على فكره اللجنه كلها من خارج مصر اللي اختاروا، والوحيد اللي اختار مصر بعون الله هنا من ضمن المية اللي هم على مستوى مصر وافريقيا والعالم العربي. فاللجنه كلها ما فيش واحد من مصر ولا واحد بتختار. ده ناس من فرنسا، ناس من ايطاليا، ناس من المانيا، ناس من الصين، ناس من كندا، ناس طبعا من افارقه، في حوالي 11 واحد من افريقيا. مجلس السفراء الافارقه كلهم، فمجلس الوزراء السفراء العرب. فبحمدك يا رب يعني. انا كانت مفاجاه ما تخيلتهاش. لا تستاهل والله العظيم. الصوره دي ما تخيلتها ابدا. طب الصوره دي يا كابتن اللي هي انا ومين دي؟ مش شايف. قولي انت وعاطف عبيد رئيس الوزراء. الدكتور عاطف عبيد. عاطف عبيد ده مال ده كان كان هو رئيس وزراء، وكنت انا في البرلمان. كنت اخلص اطلع من الجلسه اروح اقعد معاه في قدام بعض مجلس الوزراء والبرلمان. فكنت اروح له طبعا. كان الله يرحمه كان راجل عظيم، وكنت بحبه قوي قوي قوي. وعلى في اي وقت بروح يعني كان فاتح مكتبه الراجل للناس كلها يعني. الصوره اللي بعديها. لا قولي مين وانا هقول لك. صوره في ايه؟ دي صوره الفريق صدقي صبحي. وزير الدفاع والانتاج الحربي. طبعا ده كان بيكرمني. كان بيكرمني الفريق صدقي صبحي الله يبارك. طب بمناسبه التكريم ده كابتن، يعني كان بمناسبه ايه؟ بمناسبه كان الابطال الرياضيين من القوات المسلحه اللي خدوا بطولات عالميه واولمبيه وقاريه قاره افريقيا، وكان بيكرموهم وقالوا اختاروا اهم ثلاثة صحفيين في مصر يكرموهم. فبحد عدد الاصوات الحمد لله كنت انا الاول. سياده ده المشير طنطاوي. المشير طنطاوي ده ماله ده؟ ديت الصوره ديت كانت فين حضرتك؟ ده ماله ده؟ فرح بنتي ولا ايه؟ ايوه فرح محمد ابني. اولا المشير طنطاوي ده حضر افراح ولادي الثلاثه، الدكتوره مروه والمهندسه منال والدكتور محمد. الثلاثه وبيجي الله يبارك له ويشفيه يا رب. انا سمعت ابن اختي قال للست المشير عيان، فجه افراح ولاد يجي من الساعه 9 يمشي الساعه 1. والله لا الثلاث افراح. طب نبص الصوره ديت مع الملك فريد شوقي. فريد شوقي ده كان اهلاوي جامد جدا، ولا محمود معروف مش هبطل الزملكاوي. كان بيجي، كان في زمان فرقتين، فريق الفنانين الزملكاوي وفريق الفنانين الاهلاوي، يجوا يلعبوا كوره في نادي الزمالك كل يوم 4. فكان هو بقى اللي يجي ياخد كوره منه يروح مديله بالبوكس. امشي. الله يرحمه. الصوره ديت مع الفنانه فايزه احمد والفنان محمود ياسين. فين الصوره ديت يا كابتن محمود؟ في بيت فايزه احمد. فايزه احمد هي انا عارفه ان انت بتحبها جامد. اقرب فنانه في حياتي. ويمكن جوزها الله يديله الصحه الفنان محمد سلطان. طبعا كنت عنده الاسبوع اللي فات انا وزميلنا محمد الهواري، ده صاحبي عشه عمري. فمدام فايزه كل اسبوع 3-4 مرات لازم نروح عندها من العشاء للفجر. تيجي الفجر. مين عندها بقى؟ فايزه احمد. عندها عفاف راضي. ولبلبه وسميره سعيد. هي طبعا اول مره محمود تعالى في بنت جميله جايه، انا جبتها معايا من المغرب اسمها سميره بنت سعيد. رحت لقيت سميره. طب يا دي صورة عبد الحليم حافظ والكرافتات اللي حضرتك محتفظ بيها. انت جبتهم منين؟ جبتهم بقى دي شغلي بقى. شغل المفتش كرومب يا كابتن. ده شغلي. الحاجات دي عايزين نعرف بقى مني. عايزين نعرف بقى قصة الكرافتات دي. انا طبعا وانا في البرلمان قلت انا رحت المغرب لقيت نهج عبد الحليم حافظ، رحت تونس لقيت شارع عبد الحليم حافظ، رحت الجزائر لقيت زنقة عبد الحليم حافظ. زنقة مش أنا زنقة، لا شارع. فرحت البرلمان
قلت ازاي ازاي يبقى الدول العربيه بتسمي عبد الحليم حافظ ومصر ما فيهاش شارع عبد الحليم حافظ؟ قدمت طلب احاطه وجبت رئيس الوزراء، راح جايب وزير التنميه المحليه، راح جايب محافظين القاهره، عمل خطبه عصماء ان مش عارف ايه. اه جيت على صوره حضرتك في البرلمان اهي، كنت عايز اقول لكم بس الصوره الكرافتات جم ازاي. اكمل اتفضل اتفضل. فانا قلت يعني ازاي يبقى شارع عبد الحليم حافظ اللي كان ساكن فيه 15 سنه اسمه شارع بهاء الدين قراقوش؟ قلت لرئيس الوزراء، قلت له ازاي يبقى شارع عبد الحليم حافظ ساكن فيه والشارع اسمه شارع بهاء الدين قراقوش؟ ده قراقوش ده عندنا عن الراجل الشرير، الراجل الشرير مش كده ولا ايه؟ فراح جاي بقى محافظ القاهره، مش هقول اسمه طبعا، ده كويس ده مش بطريقه سيئه فعلا ويستاهل. قال لك ان بهاء الدين قراقوش رجل وطني، هو الذي بنى سور القلعه، وهو الذي بنى القلعه سور مجر العيون، هو الذي بنى سور مجر العيون، وهو الذي بنى القلعه. قلت له بس يا اخويا بس، قلت له بقول لك بس واحنا في البرلمان. قلت له اسكت، يا اما انت جاهل و90% انت جاهل، يا اما اللي درسولنا في اعدادي وابتدائي وثانوي والجامعه جهله، لان قالوا لنا اللي بنى القلعه صلاح الدين الايوبي مش كده ولا ايه؟ مش معنى قلعه صلاح الدين الايوبي؟ تيجي انت تقول لي بهاء الدين قراقوش؟ وبعدين يا اخي لو كلامك صح وقلبك على بهاء الدين قراقوش، سمي ميدان القلعه ميدان قراقوش، وسمي الشارع اللي ساكن فيه عبد الحليم حافظ شارع عبد الحليم حافظ. انا عارفه انا بقول ده حبا، لقيت زينب بنت اخت بنت الحاج علي اخت عبد الحليم الله يرحمه، هي متجوزه محمد بن كمال الشناوي. اه ابن كمال الشناوي. لقيتها انا كنت علاقتي بيهم كويسه قوي لغايه دلوقتي، بروح لهم البيت. قالت لي مش عارف اقول لك ايه على اللي انت قلته على خالك. قلت لها اقول لك على خالك ده انا خجلان ان احنا في مصر ما عملناش حاجه لخالك. راحت جايبه لي الكرافتتين دول، الملك الاحلى ما فيهم ان الملك الحسن الثاني ملك المغرب كان مديهم لهديه كرافتتين ولا بمليون جنيه، ده عايزه 20 مليون دولار. ففعلا لهم ذكرى عندي. يا انت الكلام مع حضرتك ما بيخلصش يا كابتن محمود. انا عارفه في حضرتك اول حديث صحفي عملته حضرتك وانت لسه طالب كان مع الفنانه ام كلثوم. حضرتك عملت وقتنا خلص يا مدام شيرين، والوقت جري بسرعه وتشرفنا بحضرتك انا عملت الموضوع كان بالصدفه حظي حلو قوي. امي دعيالي ان رحت الاوبرا، كان في اوبريت مهر العروسه، كان في واحد اسمه بعزق سيد شعبان ده كان صاحبي قوي قوي. وبعد العرض ما خلص برؤى العرض الاخير جت تسلم عليهم ورا الستار، فلقيت له بعزق انت هايل صوتك هتبقى زي عبد الحليم حافظ، حافظ عليه انت اسمك. قال لي سيد شعبان بتسلم. قلت له يا سيد انا صاحبك سيد. قال له النبي يا ست والنبي يا ست والنبي يا محمود ده اخويا. قلت له ايه يا بعزه في ايه؟ قال له النبي ياخد منك كلمتين. قالت له يجي لي الفيلا يوم الاربعاء. رحت الفيلا مثلا الراجل اللي هناك العم عبد الودود ده كان شنبه يقفوا عليهم صقرين فعلا. ورحت ودخلت عايز الوقت حضرتك لسه محتفظ بالقلم. رئيس الاتحاد مسك الموضوع حوار مع ام كلثوم مش انا اللي دخلته، دخله رئيس القسم الفني والادبي. قال له مين اللي عمل ده؟ قال له واحد اسمه، قال له واحد ابن ست ابن 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 راح ماسك الموضوع مطور ما في الزباله. قال ده انا بقالي 10 سنين عايز اقابلها مش عارف، يجي عيل ما تعينش لسه تلميذ في الجامعه يعمل مهما. حضرتك لسه محتفظ بالقلم الحبر اللي هي اديته لك لما الله إيه انت بقى بتجيب الحاجات دي عندي اتعلمت من حضرتك. عندي 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 ده هو والكرافتين بتوع المحافظ. ان شاء الله اشوفهم بقى ان شاء الله. الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعه يا كابتن محمود، وحضرتك عايزين على الهواء توعدنا بحلقه تانية ان شاء الله، وشرفتنا ونورتنا وحضرتك قامه كبيره وسعدنا ان احنا نكون مع حضرتك النهارده. انا اللي شرفت وانا سعيده جدا. اسمها الصحه الحاجه الجميل. اللي جاي الصحه في وسط كورونا الحمد لله والجمال في احلى من كده؟ ده قناه اسمها حلو. وانا سعيده بوجود بوجودي مع حضرتك النهارده، ودي شرف كبير ليا. شكرا ليك يا مدام شيرين، شكرا لك استاذ شريف، شكرا ليك. وانا عارف ان عملت لكم ازعاج صح؟ لا. لا 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 انا بموت فيكم. نورتني يا كابتن محمود. شكرا ليك. عرفت جنوب افريقيا؟ ماشي. متشكرين يا اعزائي المشاهدين، وسعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم.